ممكن اصلها يعني مباراه في حد بطوله لوحدها نادي الزمالك النهارده. بالظبط سيبك من هو النهارده فاتوا بطوله للزمالك ازاي يعني الزمالك يكسب ما عندوش غيرها دلوقتي يعني. وده منطق يعني على المنطق طبعا انا النهارده مكسب النادي الاهلي اهو بشكت جماهيري شويه بفرحها بتاع انا عارف يا كابتن ربيع اقول لحضرتك الحاجه هقول لك حضرتك انا عارف انت بتتكلم في ايه وكابتن شريف بيتكلم في ايه بتتكلم لا مش بطوله طوله الاهلي عامل كل حاجه لكابتن شريف بيقول لك ان ده الحاجه الوحيده اللي ممكن يطلع بيها الزمالك السنه من الدوري شكلا يعني طب وده خلاص يبقى شكله بقى ريدي جمهور انا بتكلم بالنسبه كل شيء وارد في الكوره خلي بالك في فرق هبطت كانت بتعمل نتائج كويسه مع النادي الاهلي هو ايامنا الرجاء متعادل مع الاسماعيلي لا انا هحارب المركز الثاني احنا حضرتك في الثمانينات كانت في فرق بس اسكو بلاستيك كانت بتعمل نتائج كويسه مش معنى نعمل نتيجه النهارده مع الاهلي يبقى انا ارضي جمهور لا رضا الجمهور بالبطولات رضا الجمهور بالاداء بثبات المستوى بالفنيات بالاخلاقيات بالسلوكيات بالتعامل الفني بالترتيب ده رضا الجمهور من وجهه نظري انا انما ماتش ارضي بيه جمهوري وصرف بتاع مليار جنيه على فرقه ما ينفعش خلينا واقعيين انا بتكلم بواقعيه شديده جدا سجلوا الكلام ده لا هو السؤال هنا السؤال هنا كمان بيتكلم هو بيدور على ايه مش اي حاجه يا ربيع انت كل الكلام بتقول ده 10 على 10 بالظبط بالظبط تماما اللي انت بتتكلم فيه انما الناس دي بتدور عليه دلوقتي اي حاجه يا ربيع نمسك فيها وخلاص احنا برضو معلش يا كابتن لازم نفوق الناس باحترام الشديد ماتش النهارده انت وارد وارد ان الرجاله بتوعك دول يكونوا مش موفقين لكن رجاله واسعدونا وجابوا لنا وعملوا لنا عشان مباراه قيام بيوم لا خالص انا بفوق لا مجال لتقييم الاهلي يا كابتن بطوله بطوله مين؟ من وجهه نظري انا انا عايز اقول لك على حاجه عايز اقول لك على حاجه عايز بسرعه عادي اتفضل لا اتفضل الشكل اللي احنا عارفينه كلنا اللي بيحصل في الوسط الرياضي والشحن والسوشيال ميديا والبتاع والنادي الاهلي هيمشي لعيبه والنادي الزمالك بيعمل كده كل ده نتيجه المباراه دي بيشحنوا الناس عليها انها بطوله خاصه بالزبط. وانها بطولات بالزبط. انا بعلق على الجمله دي اللي بالنسبه له هو بالظبط بالظبط مش اللي انا بقول ان هي ما انا معلقتش على كلامك لا علقت على بالظبط كده فاهم قصدي انا بتكلم على اللي هم عاملينه بطوله هم اللي عاملينه بطوله عشان عايزين يثبتوا في اي حاجه خلي بالك الاشتراك بفلوس بس ممكن اشترك